عايزه اقول لك حاجه، ما حدش بيقول على حد حاجه لما تكون فعلا حاصله. يعني انا مش هقدر الف عليك اقول نجمه الكوميديا، مش لا بس الكلام الجميل وصفاتك فيه وسام على صدري يعني، ميرسي ربنا يخليك يا ست الكل. حبيبتي يا شيرين انت منورانا جدا وزي القمر النهارده كعادتك. كل مره تقعدي كده يعني تغيظي في شويه ستات وتفرحي شويه ستات وشويه كمان يقولوا خست ازاي والحاجات انت عارفاها دي. لا والله انا مش بغيظ حد، بالعكس ده انا بحب اديهم امل. انت بتحفزيهم؟ اه احب اديهم بس حافز. الاسئله دايما بتوصلنا واحنا ايه مش عارفين نرد يعني. احيانا بتقومي عامله لوك. ايوه شفتي؟ ايوه عارفه انت. ايوه صح. تختفي كده في الخباثه شويه وتقومي راجعه بلوك فظيع. انا بهوى الموضوع ده جدا. يعني انا لو ما كنتش غنيت كنت هشتغل فنانة بس في مجال تاني. التجميل انا اعرف ازاي اخلي اي ست ازاي تبقى حلوة لو النبي. يعني ده مزاج عندي. طب ممكن. اتدخل في المكياج وفي الشعر وفي اللبس يعني اعرف كل ست ايه اللي يليق لها. بتدي كورسات؟ لا بس لصاحباتي وللناس اللي بيحبوني. بيتابعوني وعارفيني. انا مش عشان دايما اقولها يعني الست لو معاها فلوس او مش معاها فلوس تقدر تكون حلوه. يعني بابسط الاشياء مش لازم تكون. طب ما تيجي نعمل برنامج مره كل شهر كده حلقه معاكي بصفتك. أيوة. خبيره الاناقه. أيوة. واللطافه والجمال. ايه رايك؟ أنا والله العظيم تيجي طبعا طالما هفيد سيدات بلدي والبلدان الاخرى انا هكون سعيده.